حي على الفلاح. الحمد لله الرحمن معلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل كرم بني آدم على كثير ممن خلق، فالحمد لله الذي جعلنا من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر، ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن تكريم بني آدم أن الله عز وجل علمهم، أن الله عز وجل أرشدهم وعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فالله عز وجل عندما أخبر الملائكة بأنه سيخلق آدم، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر الله عز وجل فضل آدم عليهم وكرمه عليهم بأن علمه ما لم يعلمهم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكرم الله آدم على الملائكة بأن علمه ما لم يعلموا، وهكذا كرم الله بني آدم. فأفضل الناس هم الأنبياء والمرسلون، ومزايا الأنبياء والمرسلين على سائر الناس أن الله عز وجل تولى تعليمهم بنفسه، أنزل عليهم الوحي، خصهم بالوحي، والوحي هو علم من العلوم، بل هو أفضل العلوم. الوحي هو الذي يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله
عن الوحي الذي أنزله الله فإنه يعيش حياة ضنكا في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى. لماذا؟ لأنه لا يرى هذه الآيات العظيمة مع شدة وضوحها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها وتركتها ولم تؤمن بها ولم تتبعها ولم تعمل بها مع شدة وضوحها. فالذي لا يرى الواضحات هذا هو الأعمى، الذي لا يرى الأشياء الغامضة يسمى بالأعمش. أما الذي لا يرى الشمس في ربعة النهار يقال له الشمس من هنا ولا يراها، هذا هو الأعمى الحقيقي. فالأعمى الحقيقي هو الذي لا يهتدي بهذا العلم الذي أنزله الله على الأنبياء والمرسلين، هذا الوحي الذي هو نور للبشرية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالذي لا يؤمن لا يعلم أن القرآن حق إنه أعمى، لأن آيات القرآن واضحة ظاهرة، بل وضوح القرآن أوضح من الشمس في ربعة النهار. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول السليمة، أولو البصائر الذين يرون الحق ويؤمنون به ويعملون به. فالله عز وجل شرف الأنبياء والمرسلين بهذا العلم الذي اصطفاهم به، من آدم عليه السلام إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالعلم النافع هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو الذي ينجيك غدا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. علم الهداية، علم الإرشاد، علم البصيرة. العلوم الدنيوية مفيدة جدا في للإنسان في حياته، والله عز وجل أمرنا بالعلم وأنزل أول آية من كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا ليس كالذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. أنا هنا لا أحتقر العلوم الدنيوية، هي مفيدة جدا، ينبغي أن نشجع أن نتعلمها وأن نشجع أبناءنا على تعلمها، وأن يكون عندنا كل المتخصصين، أن يكون عندنا الأطباء، وأن يكون عندنا المهندسون، وأن يكون عندنا الفقهاء، وأن يكون عندنا المحدثون، وأن يكون عندنا القراء، وأن يكون عندنا علماء التكنولوجيا، وهكذا. ينبغي أن نتعلم كل العلوم، لكن ينبغي أن لا نتوقف عند هذه العلوم التي تنفع صاحبها في الدنيا فقط، أن نتعلم هذه العلوم ونجعلها تنفعنا في الآخرة، أن نخدم بها المجتمع، أن نقدم بها المصلحة للمجتمع، أن ننفع بها البشرية، أن ننفع به الناس. فأحب الله أحب العباد إلى الله أنفعهم لعيال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينفع في الدنيا وفي الآخرة، لكن لا ينبغي أن يكون نظرنا قاصرا ومتوقفا عند هذه العلوم التي تنفع في الدنيا فقط. فينبغي للإنسان أن يتعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وأن يتعلم ما ينجيه من عذاب الله عز وجل. وهذا هو العلم الذي جاء به الأنبياء،
الأنبياء جاءوا بعلم الوحي، بعلم الهداية، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا علماً، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الذي يقربك من الله هذا هو العلم النافع، العلم الذي يبعدك من الهلاك، العلم الذي ينجيك غداً يوم القيامة، العلم الذي ينفعك غداً في قبرك، هذا هو العلم النافع، وهذا هو علم الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا علماً، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي ينفعك هو الذي يزيدك خوفاً من الله عز وجل، هو الذي يقربك من الله، هو الذي يجعلك تنفع نفسك في الدنيا والآخرة وتنفع الآخرين كذلك. فلذلك كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأنه لا ينفع نفسه فقط، وإنما ينفع نفسه وينفع المجتمع، يهدي البشرية، ينقذ الناس من الهلاك، ينقذ الناس من الضلال. هذا هو العلم النافع. وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم عن كثرة الخشية، إنما العلم عن كثرة الخشية. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأفضل العلوم على الإطلاق هو كتاب الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني، هذا أفضل علم. والله عز وجل عندما أنزل أفضل كتاب اختار له أفضل رسول، أفضل خلق الله، بل هو أفضل من جميع الرسل ومن الملائكة، ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فاختار له أفضل رسول وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لهذا الكتاب أيضا أفضل ليلة من ليالي السنة، فأنزل الله عز وجل القرآن كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في أفضل ليلة من ليالي السنة، وهي ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واختار له أفضل ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وسماه الله روحا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سماه الله روحاً لأنه يأتي بالوحي، والوحي هو روح القلوب، فالقلوب التي لا تنتفع بالوحي إنها قلوب ميتة، وأصحابها في عداد الموتى وإن كانوا يمشون على الأرض. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
واختار الله عز وجل لهذا الكتاب أفضل لغة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. واختار له أفضل البقاع على وجه الأرض، فأنزله الله عز وجل في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويمكن أن يضاف إلى كلام ابن كثير أن الله عز وجل كما اختار له هذه ما يناسبه مما يتعلق بالقرآن من الملك والرسول واللغة والبلد، كذلك جعل الله عز وجل خير هذه الأمة من تعلم هذا الكتاب وعلمه. فقد روى الإمام البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث سمعه أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، سمع هذا الحديث من عثمان رضي الله عنه، فأخذ القرآن عن عثمان وغيره من الصحابة، وكان كان أقرأ التابعين، كان أقرأ التابعين في القرآن الكريم، وكان عالما بالفقه والحديث واللغة العربية. فيأتيه الرجل يقول له، يريد الفقه يقول له: اذهب عند فلان، ويريد الحديث اذهب عند فلان، أما إذا أراد القرآن يقول له اجلس، وكان يعلمه القرآن. ثم يقول: حدثني عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أجلسني هذا المجلس، وبقي من فترة عثمان رضي الله عنه إلى فترة الحجاج بن يوسف الثقفي، وهي فترة زمنية طويلة ما بين 40 و70 سنة وهو يعلم كتاب الله عز وجل، لا يقوم إلا لحاجة، لا يقوم من ذلك المجلس إلا لحاجة ماسة، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي أجلسني هذا المجلس. فانظروا إلى هذا العطاء الكبير، وإلى هذا التفرغ لكتاب الله عز وجل، وهذا التفرغ أعطى نتائج مهمة وثمارا طيبة. فكل من يقرأ اليوم برواية حفص، فإن حفصاً قد قرأ على عاصم، وعاصم بن أبي النجود كان أحد القراء 10، من كبار القراء، من أحد القراء 10، وهو تعلم من أبي عبد الرحمن السلمي. فكل واحد منا يقرأ اليوم برواية حفص، فإنه يدخل الأجر عليه وعلى مشايخه إلى الإمام حفص، وعلى شيخه الإمام عاصم بن أبي النجود، وعلى شيخه عبد الله بن حبيب السلمي، وعلى عثمان بن عفان، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لأن هؤلاء فرغوا حياتهم وقدموا كل شيء من أجل خدمة كتاب الله عز وجل، فبقيت قراءتهم إلى يومنا هذا. وهكذا كذلك بالنسبة للرواية الأخرى، فكل من قرأ برواية ورش مثلا، فإن الأجر يدخل على الإمام ورش، وعلى شيخه نافع، وعلى 70 من التابعين. هو الإمام نافع قرأ على 70 من التابعين، أخذ القرآن على 70 من التابعين، وأبو جعفر، ومنهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو جعفر كان في الإماما في المدينة، وكان معاصرا للإمام مالك، فكان الإمام مالك يأخذ عنه القراءة، وكان هو يأخذ الفقه عن الإمام مالك، وهو أخذ عن الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس، وهما أخذ عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من قرأ بهذه الرواية دخل الأجر عليه وعلى مشايخه إلى الإمام ورش، إلى مهبط الوحي، إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جزء من واجبنا نحو القرآن الكريم، فإنه ينبغي أن نتلقاه وأن ننطقه كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصلنا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من غير زيادة ولا نقص. ولا يكفي هذا، هذا شيء مما يجب علينا تجاه القرآن الكريم. ينبغي أن نجعل القرآن العظيم، أن نجعله منهاجنا في حياتنا، أن نرجع إليه في كل شؤوننا. ينبغي علينا أن نتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فينبغي أن نتدبره، ولا يمكن أن نتدبره إلا إذا تعلمنا لغة القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلذلك وفق الله عز وجل إخواننا في الاتحاد، المنظمات الإسلامية في أوروبا في بداية التسعينات، بأن فكروا ورأوا الأهمية بمكان أن يكون هناك في أوروبا مؤسسات متخصصة في تعليم العربية وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية. فكانت أول هذه المؤسسة الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية بشتوشن، والحمد لله على هذه النعمة. وممن حضر حفل الافتتاح الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله وامتعه بصحة وعافية، واستدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال: لسان القوم لا يعني اللغة فقط، بل يعني كذلك أن نخاطب الناس بأفكارهم وبثقافتهم، وأن يدرس يتكون الأئمة والمربون والدعاة على أيدي أساتذة وعلماء من هذا البلد، يعرفون مشاكل الناس حتى يخرجوا منارات للناس، وحتى يرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم. بل لا يمكن أن نحافظ على ديننا من غير هذه المؤسسات المتخصصة في تعليم العلم النافع ونشره في ربوع أوروبا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يرد بنا إلى دينه، أن يرد بنا وأن يهدينا، وأن يجعلنا سببا لهداية هؤلاء البشر، أن يجعلنا مفاتيح للخير، أن يجعلنا نقدم الخير لهذه البلاد ونقدم الخير لهؤلاء العباد، وأن يجعلنا نفاعين ننشر كتاب الله عز وجل وننشر هذا النور في كل بقاع أوروبا وفي العالم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروا الله يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.